موجز لأهم الأنباء من القدس دوت كوم رام الله فلسطين. أهلا بكم. 800 أسير في سجون إيشل ورامون ونفحة يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس ينفي اتفاقا وشيكا لإبعاد الأسيرين المضربين سامر العساوي وأيمن الشراونة إلى قطاع غزة. رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي يعلن أنه فشل في تشكيل حكومة كفاءات من خارج الأحزاب السياسية، مضيفاً أنه سيلتقي الرئيس المنصف المرزوق اليوم لبحث مستقبل العملية السياسية. الاتحاد الأوروبي يقرر الإبقاء على العقوبات ضد سوريا 3 أشهر أخرى، مع تعديلات تسمح بمنح المعارضة مزيداً من الأسلحة غير القاتلة وتقديم الدعم الفني. وأخيراً انخفاض على درجات الحرارة بحيث يكون الجو بارداً نسبياً والفرصة مهيئة لتساقط زحات محلية من الأمطار. نهاية الموجز، والآن مع الموجز الرياضي والزميل محمد العدم. الموجز الرياضي من القدس دوت كوم، أهلاً بكم. تتجه الأنظار مساء اليوم صوب استاد بلدية دورة لمتابعة لقاء القمة بين متصدر الترتيب شباب الظهرية وصاحب المركز الثاني شباب الخليل ضمن منافسات الأسبوع 27 من دوري المحترفين. في الملاعب الأوروبية، أرسنال يسعى لإنقاذ موسمه عندما يستضيف منافسه بايرن ميونخ ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، وبورتو البرتغالي يحاول تحقيق الفوز عندما يواجه ملقا الإسباني. في كأس الاتحاد الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتأهل للدور القادم بعد فوزه الصعب على ملعبه الأولد ترافورد على منافسه ريدينغ بهدفين مقابل هدف ضمن دور 16. في إيطاليا، لاتسو يفشل في استعادة توازنه واحتلال المركز الثالث بعدما مني بهزيمة قاسية أمام مضيفه سيينا ضمن المرحلة 25 من الدوري. أخيراً، المهاجم التشيكي المخضرم ميلان باروش يعود لصوف فريقه القديم بانيك تشيكي بعد فسخ عقده مع ناديه السابق جالاتاسراي التركي. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. موجزا بأهم الأنباء الاقتصادية، أهلا بكم. دعا وزير الاقتصاد دكتور جواد الناجي أمس لتشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص لإدارة المفاوضات التجارية ومؤامة التشريعات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال المستقبل القريب. طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أمس بالكشف للمواطنين عن أسماء المتورطين بترويج الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضاعة المستوطنات، معربا عن قلقه إزاء الكميات الكبيرة التي يتم كشفها يوميا. قللت الحكومة المصرية من توقعاتها الخاصة بمعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام الجاري، حيث كان متوقعا تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% نهاية العام الماضي، إلا أنها استقرت عند 2% فقط. قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها ما زالت تواجه مخاطر عديدة، داعيا الدول المتعثرة إلى خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات المالية. والآن مع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. تناولت الصحف العربية والعالمية في إعدادها الصادر اليوم الثلاثاء عدة قضايا جاء في مقدمتها الملف السوري وتدفق الأسلحة الروسية إلى دمشق، إلى جانب قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بالإضافة إلى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة العجز عن شراء الغذاء.
البداية من الصحافة الفلسطينية التي ما زالت تتابع قضية الأسر المضربين عن الطعام، حيث تحدثت صحيفة القدس عن نفي رئيس نادي الأسير قدور فارس وجود اتفاق مصري إسرائيلي وشيك لإبعاد الأسيرين المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن الشراونة إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية. وكتبت القدس في عنوان آخر: إسرائيل حولت آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى المستوطنات شمال غور الأردن. في السياق ذاته كتبت صحيفة الحياة الجديدة عنوانا بارزا على صدر صفحتها الرئيسية تقول فيه: غليان في الضفة ومئات الأسرى يضربون عن الطعام اليوم، والسلطة تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل، وفرنسا تحذر إسرائيل من عواقب مأساوية. ننتقل إلى الصحافة الدولية، ومن صحيفة الاندبندنت البريطانية تحديدا التي اهتمت بشأن السوري وقالت أن تدفق السلاح الروسي إلى سوريا لا يزال مستمرا، مضيفة عدم وجود قرار من مجلس الأمن يحظر بيع الأسلحة إلى دمشق. وترى الصحيفة أن هذا الاستمرار في التدفق من روسيا وإيران يعني أن بريطانيا فشلت بإقناع الاتحاد الأوروبي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح. نختم من الحياة اللندنية التي تناولت الأوضاع المالية في مصر تحت عنوان: مصر تخشى عجزا عن شراء الأغذية. وجاء في التفاصيل أن التظاهرات والعصيان المدني التي تشهدها مصر تهدد سير عمل قناة السويس التي تمثل شريان الشحن الضروري للتجارة العالمية وواحدة من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري المنحدر، وبالتالي حصول أزمة في شراء الحاجات الغذائية مع اقتراب فصل الصيف. نهاية هذه الجولة، أترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.